فندم. سعاده الوزير معاليك وحشني جدا يا فندم. يا راجل يا راجل يا بكاش، انت مش قلت انك هتيجي عند الوزاره وتشرب معايا الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى، وانت سيد العارفين. ايوه ايوه انا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصة جميلة يا متولي. مع ألف سلامة يا باشا. شرفت المدرسة يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل، مستني إيه؟ متولي بيه، اللي ما يعرفك يجهلك، تسمح لي أبوسك؟ هيبقى أنا ومراتي عبد الفضيل؟ اخلع ورا الوزير الأنتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى، انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان ولا راح ولا جه؟ بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التع ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان ايام ما كان وزير صغير، والاكل عجبه عشان كده شايل لك الجميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلوه دي، قول لي واحده تانية. انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همومه. هو في حاجه حصلت لي كده، هي مش نكته، موقف يعني حصل لي وانا بشتغل على العربيه. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك اعمل 2 طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلديه. قام الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، انت طاجن الكهرباء اللي بتوع البلديه وانت طاجن البلديه اللي بتوع الكهرباء. راح بتوع البلديه جم شايلين العربيه، وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا. يظهر ان انا عكيت يا فندم. بايخه مش كده؟ فعلا بايخه قوي. ايوه كده يا سياده الريس، بلد بتنضف صحيح، فساد بقى للركب. بالك انت تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لي انزل. انت بتشتغل يا يعني؟ يا رب الله يا باشا. قول حاحة. نعم قول حاحة. انا يا باشا؟ امال امي. خد وقفني على البوكس. انا عايز اعرف انا عملت ايه بس يا باشا. مشتبه فيك يا اخي. اه لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ الله، طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيا يا متولي؟ هو انا لحقتك كريم باشا؟ ايه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي امبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في الاسم. أنا بقول لك أهو، مش عايزين نزعله على الصبح. قول له إنك دخلت في باب، وقعت على وشك، أي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للريس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ الريس أنا مسكوني تحري يا ريس، اشتبهوا فيا. احكي لي اللي حصل بالظبط. اول ما مسكوني
ركبوني البوكس مكيف. وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافة، عصير فراولة حلو يعني. وبعدين ندوا لكل واحد مننا فوطة سخنة طلع ريحة كده، بس ريحة حلوة. وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده حلوة قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. وهم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. السور ده متولي وراه شعب عظيم قوي، حضارة وتاريخ. 75 مليون أنا مسؤول عنهم كلهم، مسؤول عن أمنهم، عن أكلهم وشربهم، عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا ريس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. خيل نفسك يا متولي بقيت رئيس جمهورية لمدة دقيقة مثلا، تعمل ايه؟ أنا رئيس؟ أنا رئيس جمهورية يعني؟ أنا شوف سعادتك، أنا أول حاجة هعملها إن شاء الله. المدة خلصت يا متولي. هو أنا لحقت يا ريس؟ بس إيه رأي سعادتك فيا وأنا رئيس جمهورية؟ لابد أن تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا إلى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد أن تعلم الحكومة أن هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد، ولكن المشكلة الأولى بل الرئيسية هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري. معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا ريس. بلاش كلمة ريس دي هنا خالص. لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام. عشت يا ميتو. ازيك يا عم صلاح؟ تشرب يا باشا. هاخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا ابني على مية معدنية. لا، مية من الحنفية. خليها من الحنفية يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهورية. باقي يا باقي، لوك 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 لوك، ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح مالك؟ ما تهدى شوية. ما انت عارف عندي 5 عيال وامهم وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل، يتكلموا شوية عن معدوم الدخل. ما هو برضه 5 عيال كتير، المفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الأخ ده؟ اسكت شوية، أبوس إيدك. سيبك من متولي وخليك معايا. عايز تخلد براحتك وتنبسط والحكومه هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤوليه شويه ولا ايه؟ وماله نشيل؟ انت مش هتحضر فرح؟ فرح ايه؟ عندي ناس مهمه. هو في اهم من بصله؟ ده صبيك وفرحه النهارده لازم تحضره. ما يولع بصله، هو اللي جابه بصله. ده باشا السبب الرئيسي في الزيادة السكانية. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصلة. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصلة؟ ايوه. انت متأكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا. مكتوب لك يا بصلة يا ابن العبيطة. تحية خاصة من شباب المنطقة لحبيب قلبي بصلة، وسمعني أحلى سلام. إذن سعادتك دقيقة واحدة. حازم يا عمنا، عايزين نسمع أحلى سلام للمنطقة واللي فيها والعروسة والعريس بصلة وأمينة. مبروك يا أمينة. اقعد اقعد اقعد. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، الفرح ده فيه شخصيات مهمة قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والإس إن 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 إن، كل الساتلايت بيصورنا. اسكت اسمعني. انت بالتحديد شغل الحناطير والاستبلاط والحصينه ما يمشيش هنا خالص. ابوس ايديكوا. عيب يا عم. والله انا ما خايف الا منك انت.